العالمين. فبينطق مي مي مش بالكسرة دي مش منطوق، لا مي هي منطوقها كده مي مي يعني يعني تنطق عليه. يبقى انت خليك عبد للناس اللي درست المنهج ده، فمي عائدة عليك يعني انا هتأني معاك طالما انت مكسر. عشان كده برضه الطبيعة انت مين تحتيها ايه؟ تحتيها كسرة مي، يبقى انا برضه معايا. اوعى تحتيها زي بالظبط ايه لما سيدنا موسى رايح ايه بذهب الى فرعون انها تعب، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. لما قال له ايه؟ وقتلت منهم نفسا فاخاف ان يقتلون. قال كلا بل اتى باياتنا. عمال يطمنه ما نفسش ما نفسش ما تخافش انت مع الله، مع الله المطمئن بكل حاجه. ده اللي بيستعيذ بقى ده كل ده اللي بيلسع رايح ويخرج. فما بالك بقى اللي قرأ القرآن ده اللي بيقرأ، انما اللي بيغني ده مش كده. هو انا مش هغني يعني تخدمكم انا غني يعني انسوا وكلام جميل ويا سلام معانيه حلوه. لا ده شغل يا حبيبي، شغل شغل وبعدين شغل 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 بيكمل الكتب السابقه. شغل الدعوه والقران والرسول ده منهج عمل، منهج شغل هي الناس مكلفه بشغل معين. هتكون بالشغل ده مش عزيز ده مش مصطبه هي وكلام اه جميل ويا سلام والله انت والله كده ده ده اسمه ده كده ده شغل التمثيليه ده التمثيليات ولا ده التمثيل ولا ده لا مش غير. لما كل ده في الاستعاذه لسه الراجل هيخش من المعركه الفاتحه ده لسه في الاستعاذه ولسه ما رحناش ل 100 فيها كل المعاني، فيها كل ده واكثر من ده، فيها معاني لا نهائيه لانها صفه من صفات الله. ده كل حركه فيها معاني، ده الواقع في القران فيه معاني لا نهائيه لانه صفه من صفات الله، والقران كلام الله صفه من صفات الله، والوصل فيه معاني لا نهائيه. مش تقول لي الاستعاذه بالله، الاستعاذه بالله على بعضها هروح لك في بحر النوراني الالهي. لا ده احنا بناخد نقتبس من هذا النور ما نواجه به في هذا الزمن ونورث لمن بعدنا. صحيح يبقى مصدقني وعارف ان انا يعني الله سبحانه وتعالى بيختبرني
فعلا انا مصدق بالله، هو اللي كل حاجه، هو اللي بيقول لا ولا لا. فيعمل ايه؟ يروح منتج الايه؟ للشيطان وحزبه بتاع شويه حاجات كده يفتح لهم، ينفع تفتح لهم في علومه وفي حاجات وفي حيثيات كده. طيب ايه رايك؟ الله اللي يقدر ولا الناس تيصل معاها؟ ميناش الوصل هنا، هتروح بقى تتصل بيهم ولا هتملك على وصلك وعهدك؟ انا ما عهد اليك يا بني ادم، انا عبد الشيطان. يبقى خليك تاخد ربك من بني ادم وتورين ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم؟ قالوا بلى شهاده. عايزين احنا بقى الشهاده دي ان تقول يا مستكبر ان احنا راكبين، عايزين نقول دي تجديد عهد مع الله. هو اللي يديله كل حاجه، اوعى يغركم ما الشيطان وحزبه من الاسباب. الله اللي مديهم الاسباب دي، مع الله وحزبه، سواء كان السبب، سواء كان بدون السبب، سواء كان بدون السبب. ولقف عند الف لام كلمة الشيطان، الف لام، الف هي الشيطان وهي الف وصل هي، ولام كلمة الشيطان لام يبقى أعوذ بالله من الأنوار. الواحد جاي في الاستعادة، في نطق قوله استعادة لله سبحانه، استعادة لله سبحانه وتعالى من الشيطان القديم، في السيرة التوقيفية التي وقف عليها الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى. وقفنا إلى حقيقة معرفة القول أعوذ بالله من الشيطان
يعني انا اذا البرمجه العصبيه عندي اللي انا شغال الراسي اللي هي في علم البرمجه العصبيه دي قال لك ان هي الظن بالله لان الله هو اللي خلق منين؟ يبقى انا اذا اتسجل على اللاوعي ان انا شايف ده اول حاجه ده اول بند في المحافظه على الشغل بقول لك هنا في المحافظه على الشغل طب اللي هو عجز من البرمجه العصبيه عجز فعجز بدري او